السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. طبعا مقطعنا اليوم اخبار وتسريبات جدا مهمة في فورتنايت. قبل بداية المقطع يا شباب، أتمنى إذا كنتوا تشوفوا المقطع ومش مشتركين من القناة، أتمنى إنكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، وأتمنى إنكم تدعموا المقطع بلايك. وخلونا نبلش بأول شيء نحكي فيه شباب، اللي هي الآلة اللي حاليا موجودة بميجا مول. طبعا كلكم تعرفوا هذه الآلة، وبعيد بحكي عنها مرة ثانية. هذه الآلة اللي حولت تلتد إلى تلتد تاون، غيرت تلتد إلى تلتد تاون، حاليا موجودة بميجا مول. ميجا مول اللي هي المنطقة اللي كانت ريتال رو، اللي تشوفوها بالصورة ريتال رو، هذه كانت المنطقة اللي قبل ميجا مول. طبعا هيك صار عندنا احتمال كبير انه ريتال رو ترجع، والدليل انه هذه الآلة موجودة. طبعا ممكن ريتال رو ترجع بس مش نفس القديمة، ممكن تتغير. يعني كيف تلتد غيروها بس ما رجعوها تلتد القديمة، حولوها لمدينة جديدة اسمها تلتد تاون، اللي هي مدينة تلتد بس بشكل قديم، يعني انها مدينة قديمة صارت. وفي احتمالين هسه، انه ريتال رو ترجع زي ما كانت مثل تشوفوها بالصورة، او ترجع الى مدينة اسمها ريتال، تكون ريتال تاون مثلا، ممكن يصير اسمها ريتال تاون، ويكون مثلا نفس فكرة تلتد انه ممنوع تبني فيها وممنوع تكسر. هذا احتمال وارد واحتمال كبير برضو انه يصير. يعني حاليا عندنا الآلة موجودة ميجا، فالآلة هذه راح تسوي احتمالين. احتمال اول انه ترجع ريتال رو زي ما كانت بالبداية، الاحتمال الثاني انه حطوا مدينة اسمها ريتال تاون مثلا، ونفس فكرة تلتد ممنوع تبني فيها ممنوع تكسر فيها. احتمال كبير برضو احتمال يصير. في احتمال ثالث يعني ممكن يصير بس مو يعني على الاغلب لا، انه مسوي مدينة ريتال بس يكون يعني بشكل جديد، ما يكون تختلف، تقدر تبني فيها عادي بس يكون شكل جديد يعني، بس هم حابين يغيروا ميجا مول. فاللي راح يصير واحد من ثلاث احتمالات اللي حكيت لكم اياها، انه ريتال ترجع على زي اول، او انه ريتال تصير زي تلتد تاون ممنوع تبني ممنوع تكسر، او انه يحطوا مدينه جديده بشكل جديد ما فيها المراوح، ويكون تختلف عن ميجا مول. بس على كيد انه ميجا مول راح تتحول، والدليل هذه الاله حاليا موجوده. طبعا قبل اسبوع او اقل في اله كانت موجوده، او القاعده تاعت الاله هذه، القاعده كانت موجوده بدستي، تمام، وكنا حكينا دستي راح تتغير. فخلونا نروح على دستي ونشيك عليها انه الاله بعدها موجوده، الاله موجوده فيها، او انهم بس ما كملوها نتأكد. أنا أتمنى إنه الآلة مش موجودة تكون فيها، أو أتمنى يكونوا غيروا مخططاتهم، يعني أتمنى إنه دس يضل على حاله بالشكل هذا. فخلونا نشيك على الآلة بأنو هنجر كانت، أتوقع الثالث هذا هو. إن شاء الله القاعدة ما تكون موجودة بس. مو هذا الهنجر. أتوقع الثالث. وزي ما تشوفوا شباب الحمد لله انه الشركة غيرت مخططاتها، كانت موجودة هون القاعدة تاعت الآلة، او هون كانت اتوقع هون بالضبط هون، وهي شايلينها من اللعبة مش موجودة بدستي، نقلوها على ميجا مول. اتوقع الشركة كانت فكرت تغير دستي بس يعني باخر لحظة غيرت مخططاتها، وهذا اشي كثير يعني مفرح بالنسبة لي وبالنسبة للناس كثير، لانه ما حدا يتمنى انه دستي تتغير اصلا، ما لها فترة راجعة للعبة. وانا اتمنى انه دستي تضل على حالها للابد، ما يلعبوا فيها ابدا. والثاني كمان مش موجود القاعدة فيه، حطوا القاعدة يومين او ثلاث وردوا شالوها ونقلوها الى ميجا مول. فالحمد لله دستي ما راح تتغير. وخلينا ننتقل لثاني شيء معانا شباب، اللي هو سكن ابو الخمسة دولار، اتسرب سكن جديد. هذه ملفاته داخل ملفات اللعبة، الصورة اللي تشوفوها قدامكم، وطبعا اتسرب معانا شكل السكن. هذا هو شكل السكن شباب اللي تشوفوه قدامكم، راح ينزل خلال الفترة القادمة على الستور، فجأة راح ينزل يعني، بس ما نعرف التاريخ المحدد متى راح ينزل. اتوقع بالتحديثات القادمة، ممكن الاسبوع القادم، ممكن الايام القادمة ينزل فجأة الى الايتم شوب. فاللي بدي اياه منكم تكتبوا لي تقييم كل السكن من 10 حسب شكله. طبعا السكن راح يجي معاه حقيبة الظهر، راح يجي معاه 600 في بوكس، وراح يكون سعره 5 دولار. فاكتبوا لي بالتعليقات كم بتقيموا السكن من 10. انا اعطيه تقييم صراحة 9 من 10، فانتوا اكتبوا لي تقييمكم بالتعليقات لاني راح اشوف كل التعليقات. واخر شيء معنا شباب اللي هو الالي، شو صار على الالي؟ انتوا بتعرفوا انه من فتره صار ترند بامريكا اللي هو ريموف ذا ميش، الناس بتطالب بحذف الالي من اللعبه وخصوصا من البطولات. طبعا اللعبه عدلت على الالي بالصوره اللي تشوفوها قدامكم، بوريكم اياها.
التعديلات كانت انه راح يخففوا نسبة الظهور الآلي بالستورم الاولى، يعني العاصفة الاولى او الزون الاولى راح يكون نسبة الظهور الآلي او انه الآلي رسبا 44%، راح رسبا من 1 لـ4 آليين بالزون الاولى. بالزون الثاني كمان 40% احتمال انه رسبا آلي او آليين بالزون الثانية، وبالزون الثالثة احتمال انه رسبا 40% آلي او آليين بالزون الثالثة، وبالزون الرابع 10% احتمال انه رسبا آلي واحد بالزون الرابع، وبالزون الخامسة والاخيرة احتمال 3% انه رسبا آلي واحد بالزون الخامسة لآخر زون. طبعا هذا كله راح يكون بس بالارينا وبالبطولات بس، اتوقع الجيم العادي زي سولو او دو سكواد راح يكون عادي الآلي زي ما هو بطبيعته، بس هذا راح يطبق بس على نظام الارينا او البطولات. وبس شباب هيك بكون حكيت كل شيء عندي اليوم، وطبعا اتمنى اذا عجبكم المقطع انكم تشتركوا بكل مكان حتى الكل يستفيد، واتمنى اذا حبيت تدعموا القناه انكم تستخدموا كود المتجر YZYZET عندكم في الايتم شوب. طبعا شباب بس راح اعطيكم مقطع جيم بلاي، طبعا فكره الجيم بلاي اللي هو انه صاحبي اعطوه سيرفر خاص لانه هو عنده كود متجر كود ايتم شوب، فاعطوهم يوزعوا السيرفرات الخاصه عشوائي على الناس اللي عندهم الكود. انا للاسف ما اعطوني السيرفر، طبعا صاحبي اعطوه السيرفر فجاه، فدخلنا جيم وكنا نجربه. طبعا كنا تقريبا 5 أشخاص أو 6 نتحارب بين بعضنا بجيم خاص لحالنا. فبترككم مع الجيم ويلا مشاهدة ممتعة. زيد فوق فوق لتحت. تعال مش عندي، هو بعيد كان شوي. عالجني. اجي اجا اجا انا بقول لك اذا اجا من الباب. اجا من وراك هي قدامك راح يصير هسه. كفو عليه. دمي 5. والله كفو يا عمي. خليه يرمي 16 اه. وشوت يا يزيد تعال يرحم ابوك. وشوت لا ابو 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 لا لا ما كان صار عبي برا اللي معطيني صار عبي. اطلع اطلع يلا قم جديد هيك احلى صح؟ هسه باخذ حقي من معاذ تذكر ضحك علي ضحكة الحمار هسه تشوف شو اسوي فيه. هسه بدي معاذ انا بس. وانا قد كلامي يا صالح هسه تشوف لما اذبح واقول لك اخذت حقي. حط لك حلبي. من اولها لحاله حلبي معناته حبيب وهذا مع بعض. انتبه. في بمب ازرق تاخذه. وين فوق عندك؟ تعال تعال في واحد انت تعال. خذ بمب صار خذ بمب بدك بمب خذ اعطينا اعطينا بمب واحد ضد واحد وين شت يزيد وين شت الحقوا ضل حل ضل معاذ طيب معاذ وراني ترى معاذ ها اهجم اهجم عليه اهجم ابلع تلخ باخذ حقي منه كفو يا ولد يلا قم بعده قم بعده لا مين شالك حبيب حبيب الله مبين مقهور مقهور بدي اشيله قاعد بحوص صوت الجمهور ها اخذ اخذ بطاقتي ساعدني يزيد وانا ساعدك ولد هذا الباص وراك قاعد تلعب جيم عادي انسى 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 دقيقه يمكن عندك يكون هو حبيب هاي موجود بالبيت لا لا حبيبي هاي اثنين بالبيت عندي وهذا حبيب هذا انا مت لو تروح تاخذ بطاقه اسمع مني حلب يا لا 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 دير بالك
وراك وراك. خلك خلك. لا تخاف لا تخاف. جلد هاي ثاني جيم ها؟ عندك هو؟ فوق ها فوق البيت شوف 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 شو بدي اسوي لك فيه شوف ايوه فوق البيت شايفه وين شوت يا يزيد هذو 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 رد علي تعال انت تعال 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 ارجع 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 قري شوي هذو نزل يا يزيد هذو هذو وين بالبيت؟ اظن ساعد حلبي ها؟ حلبي ميت والله حلبي ها؟ قلت لك جيمنا هاي رقصة قال